إلى الملفات العربية وتحديدا الشأن الكويتي، حيث فازت المعارضة الكويتية التي تنتمي لتيارات إسلامية بقرابة نصف أعضاء مجلس الأمة الكويتي، والذي يضم 50 مقعدا وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات اليوم، حيث حصدوا 24 مقعدا في المجلس، بينما فازت سيدة واحدة في هذه الانتخابات، وتراجع عدد نواب الأقلية الشيعية إلى 6 في مقابل 9 في المجلس السابق، وأصبح يشغل ثلث مقاعد البرلمان نواب جدد. وقد نظمت تلك الانتخابات إثر حل البرلمان في شهر أكتوبر الماضي بعد اعتراض نواب على زيادة أسعار المحروقات. طبيعة الحال نتيجة تستحق التوقف. نتحدث عن ما يمكن أن نسميه النواب المقاطعين، أصبحوا يمثلون شبه أغلبية في البرلمان الكويتي. هذه النتائج بطبيعة الحال تحتاج إلى مزيد من القراءة والتحليل في المشهد البرلماني والسياسي الكويتي. على كل الأحوال نتحول إلى ملف عربي آخر. طيب، قبل أن ننتقل إلى الملف السوري، مزيد من القراءة في الملف الكويتي. والسيد محمد طلال السعيد الإعلامي الكويتي، تحياتي سيد طلال. أهلا بك. يعني بداية، كيف يرى الشارع الكويتي هذه النتائج التي خرجت بها الانتخابات؟ والله هذه أول شيء مساء الخير عليكم جميعا على المشاهدين. كان نتائج مفاجئة، يعني كنت في مداخلة أمس معكم على النهار وقلت لك هذا الاختبار الأول الحقيقي لانتخابات الصوت الواحد، النظام الانتخابي الجديد في الكويت، وفعلا كانت مفاجئة. يعني شفنا رموز انتخابية، ناس متعودين على الانتخابات شربوها منذ سنين، لم يحالفهم الحظ أمس الانتخابات. التغيير كان كبير في كل الدوائر، شفنا نواب شباب وفازوا بمقاعد متقدمة جدا. فهو أول اختبار، الكل الآن سيعود ويعني يحسب حسبته من جديد ويعرف كيف يتعامل مع الصوت الواحد. الملفت للنظر والذي يبعث الأمل والتفاؤل أن للشباب كان كلمة في الانتخابات أمس، وهم كانت لهم الكلمة أو اليد الطولة في الانتخابات. هذا المشهد أو هذه النتيجة التي توصف بالمفاجأة، كيف تؤثر على المشهد البرلماني الكويتي والمشهد السياسي بصفة عامة؟ والله أختي هذا يعني لا نستطيع الحكم الآن إلا بعد تشكيل الحكومة. يعني تعرفين الحكومة الآن ستشكل حكومة جديدة بعد نتائج الانتخابات، وعادة جرت العادة بالكويت أن الحكومة تعتمد في تشكيلها على مخرجات الانتخابات. يعني عادة يكون التشكيل في هذه الطريقة. فبعد تشكيل الحكومة نستطيع أن يعني نتحدث كيف سيكون شكل المجلس، ولكن مبدئيا هناك معارك عديدة قادمة، منها معركة رئاسة مجلس الأمة. يعني 5 مترشحين حتى الآن أعلنوا خوضهم انتخابات رئاسة مجلس الأمة. العديد من الأحداث تشهد هذه الانتخابات، الكتلة أو النواب المحسوبين بطريقة توجههم على الأقل على المعارضة، يعني تقريبا 20-19 اسم من أصل 50. فأعتقد مجلس سيكون مليء جدا بالأحداث. قبل أن يعني ننتقل إلى مشهد ما يتلو هذه الانتخابات، يجب التوقف أمام قراءة ما بين سطور هذه النتيجة. ماذا تقول هذه النتيجة في اختيارات الناخب الكويتي، ونحن نتحدث عن ثلث المجلس من النواب الجدد، نتحدث عن خسارة شخصيات مخضرمة ولها اسم وتاريخ؟ ماذا بين سطور هذه النتيجة في خيارات الناخبين؟ والله السطور على النتيجة واضحة، أن الناس ملت وأن الناس اتجهت للتغيير. طبعا يعني بس للمعلومة أن التغيير لم يكن ثلث جديد، بل بعضهم كانوا نواب سابقين وخاضوا انتخابات سابقة وفازوا بها، ولكن يعني في دوائر مثلا الدائرة الانتخابية الثانية كان نسبة التغيير فيها 40%، الدائرة الانتخابية الأولى كان نسبة التغيير 50%. يعني الدائرة الانتخابية الأولى عادة تكون النواب معروفين سلفا، قبل حتى ان تظهر النتائج نعرف العشره الفائزين في المراتب، ولكن امس كانت مفاجات. يعني نواب، وانا احاكيك نواب شربوا هذه الانتخابات وعرفوا كل شيء عنها، لم يحالفهم الحظ امس في الانتخابات. الدائره الانتخابيه الثالثه مثلا، وهي تلقب
مجازا في الكويت بدائرة الفكر، لأن دائما ما تكون مختلفة، ودائما ما تصدر نواب جدد، ودائما ما تكون هناك موجات من التغيير في هذه الدائرة. كان لها نصيب الأسد، يعني طلعت ثلاث شباب، وأنا أكلمك أحد الشباب 31 سنة فقط، والسن المسموح للترشيح هو 30، وهو 31 سنة وفاز بالانتخابات وحصل على المركز الأول في هذه الدائرة برقم كبير، يعني حط وراء ظهره رموز سياسيين إن صح التعبير. فأعتقد أن الناس ملت والناس اتجهت إلى التغيير، ولكن عسى أن يكون هذا التغيير خير إن شاء الله للكل. طيب، مسألة فوز المعارضة الكويتية التي تنتمي لتيارات إسلامية بحوالي نصف المجلس، هل تلاقي من الدوائر السياسية، لا أتحدث عن الشارع فقط، حالة من الارتياح؟ طبعا هم لديهم مؤيدين، هذا شيء لا نستطيع ان يعني نقول لا يوجد لديهم مؤيدين، بل لكن روحي مثلا لناحيه اخرى، تجمع الاسلام السلفي وهو عاده ما يفوز بالانتخابات، خسر كل مرشحيه في هذه الانتخابات، جميع مرشحي تجمع الاسلام السلفي رغم ان رموزهم نزلوا في هذه الانتخابات خسروا في هذه الانتخابات، بينما تيار الاخوان المسلمين حصل على 4 أو 5 مقاعد في هذه الانتخابات. فبالنهايه التوجه الديني لن يكون يعني المسيطر في مجلس الامه، لان هناك عدد من النواب الليبراليين، عدد من النواب المستقلين، فلذلك ليس هناك تخوف، انما التخوف من يعني الاجندات السياسيه التي يحملونها. نعم. يعني خوفنا من ضياع الاولويات في هذا المجلس، يعني الناس تريد انجاز ولا تريد العوده الى المربع الاول والتأزيم والمواجهه، بل نريد العمل. إذا كانت هذه هي المقدمة التي يتم الانطلاق منها، لماذا أدت إلى هذه النتيجة بهذه النسبة؟ أتحدث عن المنتمين للتيارات الإسلامية. هم التنظيمات، يعني أختي أنت عارفة مش بس بالكويت، في كل دول العالم. مفهوم. حتى في مصر عندكم، هم ناس يعني هوايتهم الانتخابات، يعرفون كيف ينظمون صفوفهم، يعرفون كيف مثلا يخلون المرأة تخرج من المنزل وتذهب للتصوت، يعرفون كيف يحسمون الحسبة الانتخابية. ولكن أنا أقول لك مرة أخرى أن الصوت الواحد هذا كان الاختبار الحقيقي الوحيد. هما كل التيارات الإسلامية سواء أو الليبرالية أو أيا كانت، أو حتى النواب المستقلين الآن، سيعودون مرة أخرى لمعرفة تفاصيل الصوت الأول الواحد عفوا. كانت مفاجأة بمعنى الكلمة بعض النتائج، وخصوصا أنا أحسك عن الدائرة الثالثة والأولى. ولكن التوجه الديني موجود، نعم موجود، ولكن فيها ان فقط الاخوان المسلمين هم من نجحوا بالانتخابات، بينما التجمع الاسلامي السلفي لم ينجح في الانتخابات، لم يستطيع ان يفوز في هذه الانتخابات. وبرايك الاختبار الاول سيكون تشكيل الحكومه؟ طبيعي اكيد، هي المخرجات الانتخابات عاده، يعني جرت العاده عندنا ان مخرجات، يعني للاسف لم نشكل يوم من الايام حكومه تكنوقراط او حكومه من المختصين، بل دائما كنا نعتمد على نتائج الانتخابات وبعدها نشكل الحكومه. ان اتى تشكيل حكومي جيد حتى مع هذه المخرجات، وان اتى تشكيل حكومي يعني فريق ينجز في هذه المرحله، اعتقد سنكون مقدمين على مجلس جيد، لان يعني تعرفين كان عندنا الاحداث السياسيه السابقه والمعارضه، حتى يعني موجه الربيع العربي مصدرها لنا على الاسف الشديد الاخوان الى الكويت، وحاولوا ان يجرون الكويت في هذا المشهد. فكل هذه الصيغ من الحديث وكل هذه المشاهد انتهت الان، حتى الطرح اللي من طرح هذا الطرح في الانتخابات فقط في الانتخابات، وانا احدث عن رموز المعارضه، طرحوا مثل هذه الاطروحات وعددوا في استجواب وزير الداخليه وغيره، ولم يحالفهم حظ في الانتخابات. واضح ان الناس من الطرفين سواء معارضه او غير معارضه اتجهوا الى التغيير في هذه الانتخابات. هل يمكن ان نستشف من هذه النتيجه ربما ملامح بصوره او باخرى للحكومه القادمه؟ والله لم يظهر حتى الان اي مؤشر عن الحكومه، ولكن ما نعرفه او ما استشفيناه او قراناه ان الوزراء الشيوخ عائدين والوزراء السياديه، حدث عن رئاسه الوزراء والداخليه والدفاع والخارجيه، هؤلاء الوزراء اعتقد عائدين، لان حتى ادائهم في كان جيد جدا ولا يختلف عليهم الكثير في الكويت. ولكن بقيه الحكومات، يعني مثلا وزير الماليه كان تحت مرمى الاستجوابات بعد رفع الدعوم وبعد رفع سعر البنزين، وزير الماليه كان تحت يعني تهديد الاستجوابات، اعتقد وزير الماليه عودته خطيره في هذا المجلس، كون هناك كتله كبيره من المعارضه، وكون ان الشارع الكويتي تقريبا متفق على ان يتنحى وزير الماليه ويتم تغييره،
وزير التجاره ايضا تحت خط النار، اي وزير تجاره قادم بسبب ارتفاع الاسعار بعد تحرير اسعار البنزين ورفع الاسعار. هناك امور بسيطه ولكن الناس تحتاجها. فاعتقد تشكيل الحكومه يجب ان يكون ذكي حتى يمشي مع هذه المرحله ويتماشى مع مخرجات الانتخابات. مع توقعات ببقاء الحقائب السياديه كما هي. اعتقد ذلك يعني وزير الداخليه ووزير الخارجيه اعتقد عائدين وبقوه في هذه الحكومه. أشكرك شكرا جزيلا الإعلامي الكويتي محمد طلال السعيد، وقراءة في نتائج هذه الانتخابات الكويتية. وننتقل من